ما بين الطرائف اللي وقعت لي ماشي في رمضان ولا هذه، وقعت لي مع الكغاط هذا نيت المخرج. واحد الخطرة كنا كنصوروا في سبيطار الحسن ديال المولاي الحسن اللي كاين في 2 مارس، وكنصور انا يا مرا بلديه بزيف وبصنداله ديال الميكا وهادي، والولد مدخله للسبيطار والطبيبه خارجه وانا كنبكي وهذا، وفين في البيت الخطر وانا داخله لداخل في لارينيماسيون. واحد الوقيته قال اكسيون الكغاط، وكاين يونس الركابو اللي داير الكاميرا مان وخدامين وهذا، وانا خدامه وكنبكي الدموع والحاله، وكنقوت له ولدي بغيت نعرفوا شنو بيه وهادي وهادي وهادي. واحد اللحظه يعني اللي ما كانتش منتظره هو ان واحد الفرمليه كتجي طوال مني وغليظه كتشدني، وانا تنتسائل ما بين نفسي ويلي كيفاش الكغاط واش دارها ليا اون فاغس هادي ولا شناهي. المهم انا قلت غدا نكمل باش ما نهرش المشهد وما غنوقفش، غنكمل الا هو دارها ليا اون فاغس انا غنكمل معاه. كنقول لها لا بغيت ولدي نعرف هذا وهذا، كتقول لي لا اجي غير معايا غير اجي معايا. خلات الاطباء اللي انا خدامه معاهم ووصلتني حتى لواحد الباب حلاته دفعتني وسداته وقالت لهم يلا صوروا على خاطركم دابا.